مع تبويب جديد من تبويبات الإمام النووي، نعيش بمشيئة الله عز وجل مع باب تحريم لبس الرجل ثوبا مزعفرا. والثوب المزعفر هو الثوب المصبوغ بلون الزعفران، بلون الكمون في زماننا. فمثل هذا اللون نهى عنه الشرع، نهى عنه الشرع، وسبب النهي أنه من ثياب الكفار، أنه من ثياب الكفار. وبالتالي استنبط أهل العلم قاعدة من هذا الحديث، وهي أن لباس الكفار المشتهر بينهم لا يجوز للمسلم أن يلبسه. وكيف تستطيع أن تعرف أن هذا لباس الكفار، أن هذا هو المشتهر والمنتشر عندهم؟ والأمر الآخر، استنبط أهل العلم قاعدة أخرى. من يعرف القاعدة الأخرى في الثياب والثوب؟ إذا قلنا القاعدة الأولى حرمة لبس ثياب الكفار. طب القاعدة الثانية من يعرف؟ تقصد لبس ما يخالف الكفار. يعني هناك أمران. فبالتالي أنت أيها المسلم الحريص على دينك، إذا أردت أن تحكم على لباسك فانظر هذا اللباس الذي تلبسه، هل هذا اللباس منتشر بين الكفار؟ فبالتالي إذا لبسته فأنت قد تشبهت بهم. الأمر الثاني، انظر إلى لباسك، هل فيه مخالفة للكفار؟ بجوز تحكي لي لا، يعني أنا لباسي الأول ليس منتشرا بين الكفار وبالتالي أنا لا أتشبه بهم. قلنا لك جيد. طب الخطوة الثانية، لباسك هذا فيه مخالفة للكفار، فعندها أنت تتميز. طب كيف بدنا نعرف الخطوة الثانية؟ الأول عرفنا أنه شيء منتشر بين الكفار فأنت تلبسه فقد تشبهت بهم. والأمر الثاني، أنك كيف تعرف أن لباسك يخالف لباس الكفار؟ من يعرف؟ أحسنت، هذا أشهر مثال وأشهر جواب. أننا إذا أخذناك من الأردن وهي بلد إسلامية التي نعيش فيها، أو مصر أو السعودية أو قطر، أي دولة إسلامية، أمسكنا بك ووضعناك في باريس أم العهر، فبالتالي إذا كان لباسك مميزا سيقال هذا مسلم، هذا مسلم، لباسك متميز. فالآن اسأل نفسك، هذا اللي انت لابسه هذا لو حطناك بين الكفار هذا من نوفينا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فبالتالي إنا لله وإنا إليه راجعون، لأنها مصيبة. فبالتالي نحن نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ليس من باب أنها مصيبة، من باب الاستسلام، وإنا لله وإنا إليه راجعون، أنها مصيبة. فبالتالي تنبهوا أحبابي في الله إلى هذا الأمر. وبعض الناس بيقول لك يا شيخ والله أنا بخشعش في الصلاة. يا أخي كيف بدك تخشع في الصلاة ولباسك لباس الكفار؟ فهمني، كيف بدك تخشع في الصلاة ولباسك لباس الكفار؟ يا رجل صاحب الديانة، إذا أردت أن تعذبه
تجعله لا يلبس لباس الإسلام، لا يلبس لباس المسلمين.